عدم احتساب في كل حالة إن كانت للميناء وإن كانت لفريق الحدود، وليس فقط في هذه المباراة، يعني في كل مباراة الكل يعلم بأنه هو الحكم من يقدر الحالة وهو الحكم من يحتسب النتائج لمختصه. نتمنى أن تمر المباراة بقيادة كرة القدم، هي طبعا بالأهداف، رتب سريع متصاعد، هنا هجوم الآن، ممكن تسديد، ممكن الآن، ممكن الآن، ممكن الآن، ولكن طول الكرة في اللقطة الماضية على ما أعتقد اللاعب فوفانا. بعد ذلك الكرة في وسط الملعب الآن، كرة ملعوبة الآن، وصلت لوسط الملعب، تمرير ثم يعني القطع السليم اللي كان في اللقطة الماضية، أصبحت الآن الميناء تمرير بعد ذلك، هجوم الآن، كرة ملعوبة الآن، قطع للكرة وبعد ذلك تمرير وتسديد الكرة، ولكنها وصلت. 4 أهداف، أهداف الفريق بالموسم الماضي. كرة خطيرة الآن للميناء، وحكم المباراة وركلة جزاء لمصلحة الميناء، ركلة الحدود، اعتماد لغاية الآن على الكرات الطويلة التي ترسل من المدافعين، صوب المهاجمين، هنا اللاعب حسين في اللقطة الماضية، حسين عبد الرضا لكرة مشتركة، سرتيب، بار سرتيب سدد الكرة، وبالتالي كرة كان فيها إبعاد موفق من قبل الحارس ياسين كريم، كانت قوية، كانت قوية، وردة فعل كانت سريعة من قبل الحارس. مقطوعة في وسط الملعب، تمرير، حتى يعني لدينا الدقائق المتبقية، ربما فريق الحدود سجل اللاعب حسام مالك، ما شاهدنا فرص خطيرة، زعدناه يحاول من خلال هذه الكرة، تمرير لعبد المجيد مؤمني النيجيري، ذكرت يعني هذه الأسماء واللاعبين المحترفين، وعان العال بالنسبة لفريق الميناء عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم، والآن شريف عبد الكاظم هو مع فريق القوة الجوية ويونس، خطأ وضربة حرة مباشرة الآن لحسام لاعب فريق الحدود، كما ذكرت هو من الأسماء الجديدة التي انضمت لفريق الحدود، خطأ كان واضح في اللقطة أمامي الكرة الآن، أول لاعب سجل في مرمى الحدود، كبير من اللاعبين في داخل منطقة جزاء فريق الميناء، من لاعبي فريق الميناء والحدود كذلك، فقط من 14 مباراة أمام الميناء، الهدف الوحيد في المرحلة الثانية لفريق الميناء. شوكان اللي كان طبعا هو هداف الفريق بالموسم الماضي، و14 خسارة. فريق سجل في التغييرات اللي من خلالها يعني دقيقة 72، يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، وممكن الآن الرابع، ممكن الرابع، تدخل لحق، تمرير مرة أخرى، كرة في وسط الملعب، عبد المجيد مؤمني، كرة مقطوعة، فاضل مقداد في راس في اللقطة الماضية، سجل على الشرطة واليوم مسجل، من الأسماء الجديدة التي انضمت لفريق الحدود،
قادم من سامراء. كرة في الوسط لأمير أحمد. عادت الكرة أمير. واحد من البدلاء مع فريق الحدود. تمرير نقلات ممتازة. أحمد عبد العباس يحاول. طبعا المضافة كوقت محتسب بدل عن الضائع للشوط الثاني. هنا بطاقة صفراء. نعم بطاقة لعبد المجيد. والتدخل الأخير